السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله رحين نشرح ونحل مع بعض تمارين صفحة 111 لسنة أولى ثانوي جميع الشعب. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح والحلول تفيدكم وتستفادوا. ما عليكم غير تبعوا معايا. نبدأ على بركة الله. بسم الله. Listen and check. Listen to the first part of a short presentation of an invention and check your answers to questions C, D and E on the previous page. هنا البرزنتيشن في القسم رايحين تسمعوها، انا راح نقراها لكم. هذه بعد ما نقراوها رايحين تصحوا بها الاجوبة اللي سبق ونشرتهم في الصفحة 110، ثم نقراوها فقط، نقراها لكم باش تكون عندكم عليها فكرة وتصحوا الأسئلة اللي فاتوا. إذن شوفوا معايا. Thanks to technology, there are many labor-saving devices in the modern home today. People have invented them to save time and effort. But these labor-saving devices have not come out of the blue. As the saying goes, necessity is the mother of invention. الحاجة أم الاختراع. For example, in the old days, people had to keep clean, and they did so by washing their clothes by hand in rivers or country streams. Sometimes they used a washboard on which they moved the clothes up and down, and sometimes a small rack to beat the clothes. That is how they kept clean. However, there were three main drawbacks to this solution. Firstly, it took a long time to clean the clothes. Secondly, it was very hard work. Thirdly, clothes did not last very long because the stones, brushes and washboards damaged them. That is why a device was necessary to save time, labor and the clothes. قال لك بفضل التكنولوجيا يوجد مجموعة من الاختراعات في العالم اليوم ساعدت الناس وسهلت عليهم بزاف أمورات اخترعها الإنسان من أجل ادخار الوقت والجهد. الإنسان كان في قديم الزمان يغسل حوايجه باش يكون منظف، يغسلهم بالماء والصابون في استعمال اللوحة والشيطة في النهر، ومرات كان يستعمل اللوحة باش يرفد حوايجه ويدخلهم هكا باللوحة ويخرجهم داخل الماء، ويستعمل الحجر باش يحكوا حوايجهم باه يخرجوهم انقايا. ولكن هذا الحلول ما كانش عندها، كان عندها بزاف اثار سلبية، انها تاخذ وقت بزاف باش تنظف الملابس، كان عمل صعب جدا، والحوايج وايضا الحوايج ما يبقاوش جدد ويتقطعوا ثمثم لانهم يتغسلوا بالحجره ولا باللوحه والشيتا. اذا هنا الانسان دفعته الحاجه انه يخترع الات وماشينات باش يدخر الوقت الجهد ويحافظ على ملابسه. اذا هذا هو الليسن سكريبت الخاص بصفحه 110. هنا رايحين ترجعوا للصفحه 110 وتصحوا التمارين انتحكم. نكملوا مع بعض في هذه الصفحه 111. Number 2, listen to the second part of the presentation and answer the questions below. رايحين نسمعوا الى البرزنتيشن، تم تسمعوا لها في القسم، انا دوك نقراها لكم ثم نجاوبوا على هذه الاسئله. What does the object in picture 1 represent? What is the object in picture 2? الصورة رقم 1 على وش تعبر؟ والصورة رقم 2 على وش تعبر؟ Does the presentation give us a description of the device? If not, what does it tell us about? It tells us about the function of the device in invention's profile ولا in inventor's biography. شوفوا معايا نقراو second part نتاع البرزنتيشن ثم نجاوبوا على هذا التمرين. اذا شوفوا البارت 2. In 1851 a man called James King invented a washing machine powered by hand. Yet this was still hard work. Even though it did not take as long as before to clean the clothes with the manual washing machine. Thus in 1909,
A company in the USA produced the first electric washing machine. And today, this device is so useful that almost every house or every home has one. إذن في 1851 الشخص المسمى جيمس كينغ اخترع آلة غسل الملابس تشغل باليد، ولكن هذه الآلة ما كانت مازال الأعمال تاعها صعبة وتاخذ وقت، ولكن على الرغم من ذلك نقصت شوية على الشخص اللي كان يغسل في الحوايج أحسن من أنه كان يغسلهم بيديه. في 1909 شركة أمريكية اخترعت أول آلة غسل ملابس كهربائية، وإلى غاية اليوم راها تقريبا في كل منزل موجودة. إذا هذا هو النص الثاني الخاص بالليسنين سكريبت الآن بهذا الموضوع. إذا هنا الأجوبة عندنا It represents an old washing machine which works by hand or manual washing machine. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية It represents an electric washing machine. السؤال الثالث جوابه هو No it doesn't or No it does not. والجواب الأخير It tells us about an invention's profile, the invention and evolution of the washing machine. Listen to the presentation again and fill in the blanks in the boxes below with notes or information. عندنا هنا جدول راهو مفرغين فيه معلومات. بعد ما قرينا البرزنتيشن رايحين نعمروه. بعد ما نعمروه use the information or the notes in the table above to make a brief presentation of the invention to the class. بعد ما نعمروا الجدول نستعملوا هذا الجدول لكتابة presentation حول هذا الاختراع اللي هو الwashing machine، ونمدوا أو نقرأوا هذا البرزنتيشن بصوت مرتفع حالي في القسم لزملائنا. إذا تابعوا معايا كيفاش عمرنا الجدول وكيفاش درت البرزنتيشن. إذا عدنا الانترودكشن The importance of home labor and saving devices. The problem people had to keep clean. Problems with the solutions but long time hard work close damage. Invention عدنا who, what and when. James King, washing machine 1851. Problems still hard work and hand powered. Innovation new invention عدنا 1908 US company electric machine. Conclusion almost every home has one. هاد المعلومات رايحين نوظفوهم في presentation عرض حول هذا المنتوج نقراوها مع بعض. Thanks to technology, there are many labor-saving devices in the modern home today. If they were not there, people could not save time and effort. But things were difficult in the old days. People had to keep clean, and they did so by washing their clothes by hand. Sometimes they used a washboard on which they moved the clothes up and down. And sometimes a small rock to beat the clothes. That is how they kept clean. However, there were three main drawbacks to this solution. Firstly, it was very hard. Secondly, it took a long time to clean the clothes. And thirdly, clothes did not last very long because the stones, brushes and washboards damaged them. In 1851, a man called James King invented a washing machine powered by hand. Yet, this was still hard work, even though it did not take as long as before. In 1909, a company in the USA produced the first electric washing machine. And today, this device is so useful that almost every home has one. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو مع الشرح والحلول تفيدكم وتستفادوا. نتلاقاو في باقي الدروس والفيديوهات القادمة ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وحفظه، وابقوا على خير.